السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا نزلت ميزة جديدة ورائعة في تطبيق جوجل ماب، وهي إمكانية قياس المسافة بين أي نقطتين على الخريطة. طبعا نأشر على النقطة الأولى مثلا مدينة اسطنبول، بعد ما نأشر نسحب القائمة إلى الأعلى فيظهر لنا خيار المسطرة، هذا هو الخيار، نضغط عليه ثم نعود إلى القائمة. ونسحب إلى مدينة أنقرة. طبعا يعطيك المسافة هنا في الأسفل، تستطيع إضافة تعرجات إلى المسار مثلا من هنا بالضغط على الزائد، ثم تسحب مرة ثانية إلى الأسفل. كما تلاحظون أعطاني المسافة 369 كيلومتر. طبعا من هنا من ثلاث نقاط في الأعلى تستطيع مسح كل التعرجات، يعطيك المسار مستقيم. تضغط على الضرب للخروج من الميزة. طبعا لتغيير وحدة القياس من ثلاث شخطات في الأعلى تنزل إلى السيتينج، ثم تختار ديستانت يونت وتختار وحدة القياس التي تناسبك. أنا اخترت وضعتها كيلومتر، تختار هذا الخيار وتستطيع أن تضعها بالأميال. سنتركها كيلومتر. طبعا هذا كل شيء بالنسبة للميزة الجديدة اللي نزلت في خرائط جوجل. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسى اللايك والشير، وأهلا وسهلا بكم.